بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، إخوتي أخواتي، أحييكم باسم الحركة الدستورية مقدما ترشحي كرئيس قائمة الانتخابات التشريعية بجنوب فرنسا، داعيا إياكم للحضور بكثافة في الانتخابات لدعم قائمتنا الدستورية التي ستسهر على إنجاز برنامجنا المتمثل في الجانب الاجتماعي، العناية بالشباب وربطه بالوطن من خلال تنظيم زيارات إلى بلده أثناء العطل المدرسية، مساعدة الطلبة على إيجاد المسكن في البلد المضيف وإعانة المحتاجين منهم، توعية جاليتنا العاملة وتبصيرها بحقوقها الاجتماعية عند التقاعد وغيرها، مراجعة بعض القوانين الموقعة بين تونس وفرنسا بخصوص اليد العاملة. وبالنسبة للجانب الاقتصادي، توفير آليات لتسهيل الاستثمار بتونس، وذلك بإحداث خلية اقتصادية تعنى بتوعية الجالية ومدها بكل المعلومات الضرورية، مع اقتراح المشاريع والتشجيع على الإنجاز، تيسير الإجراءات العملية مع الديوانة في كنف احترام القوانين الجاري بهالعمل، تحرير التوريد لبعض المواد عند الاستثمار في الوطن. وفي الختام، أدعوكم إخوتي وإخواني بجنوب فرنسا إلى الإقبال بكثافة يوم الانتخاب لتمنحونا ثقتكم، ولنا مقترحات أخرى في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سنتناولها بالبحث معكم أثناء لقاءاتنا إبان الحملة الانتخابية، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنكم جميعا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير تونس وازدهارها ومناعتها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام.